أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، ما سبب نزول هذه الآية وما معناها؟ سبب نزولها ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تأتينا؟ طلب منه الإكثار من الإتيان إليه، فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة ما تتنزل إلا إذا أمرها الله سبحانه وتعالى، لأنهم عباد لله مطيعون لله لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. له ما بين أيدينا الحاضر، وما خلفنا هو الماضي، وما بين ذلك ما بين الماضي والحاضر والمستقبل، أو ما بين أيدينا هو المستقبل وما خلفنا هو الماضي وما بين ذلك هو الحاضر، كل هذا لله عز وجل. وما كان ربك نسيا، نزه نفسه عن النسيان الذي هو الذهول والغفلة. الله جل وعلا لا ينسى، في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، خلاف المخلوق فإنه ينسى، الله جل وعلا لا ينسى. وأما قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، فهذا ما هو نسيان الذهول والغفلة، وإنما هو تركهم في العذاب. نسيهم يعني تركهم في العذاب، لما تركوا ذكره وطاعته تركهم في العذاب. فالنسيان هنا معناه الترك، لأن الله جل وعلا لا ينسى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. والكتاب هو في كتاب: لا يضل ربي ولا، الكتاب هو اللوح المحفوظ. نعم.